اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنشوف طبعا في الفيديو ده دريس الكراوية، هنشوف طبعا شوية تفاصيل الفدان بيجيب كم كيلو، هنشوف طبعا الدراسة اللي تنفع طبعا لدريس الكراوية، وهنسيب لك برضو رقم تليفون صاحب الدراسة ابو سمعان، راجل محترم جدا جدا، هو طبعا اللي بيصور الفيديوهات دي وبعتها لي، كتر الله خيره طبعا وربنا يجزيه ويوسع رزقه. طبعا يا جماعة دريس الكراوية بيدرس الدراسة بتاع الأمن تمام، ولكن طبعا بيتم فيها شوية تعديلات، الغربال طبعا بيكون يعني مساحته ضيقة شوية تمام. متابعينا على اليوتيوب متنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة علشان يصلك كل جديد، في فيديوهات هسيبها لك في شاشة النهاية تستفاد منها جدا، وممكن تدخل على القناة تلاقي فيديوهات عن المحاصيل الزراعية مهمة جدا جدا، زي ما قال لنا طبعا في فيديو سابق على الصفحة ممكن تدخل تلاقي الفيديو فيه كل التفاصيل عن حجم الغربال بتاع دريس الحصون والكراوية والكلام ده. طبعا في نطاق المنيا يا جماعة، لو حد يعني عايز يدرس كراوية ولا حاجة ممكن يتواصل مع أبو سمعان، هنسيب لك الرقم في الفيديو. بداية كده زي ما أنت شايف طبعا ده دريس الكراوية تمام. حاليا في شهر 5 جماعات دريس بتاع الكراوية في شهر 5 او حسب طبعا ما انت زارع، ممكن تكون مثلا درست من فترة ممكن لسه هتدرس حسب ما انت زارع بدري او وقت. طيب الرقم بتاعه بسمعانا يا جماعة 012-0718-7883، ده رقم ابو سمعان لو حد طبعا محتاج يدرس كراوية داخل نطاق المنيا. طيب بالنسبة للكراوية الفدان يا جماعة بيتراوح طبعا من طن 200 كيلو لحد طن ونص، بيجيب طن 200 كيلو لحد طن ونص حسب الانتاج، يعني زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة يعني مش وحش. ان شاء الله هنعمل لقاء بإذن الله قادم مع احد المزارعين ان شاء الله، يعني هنشوف طريقة زراعة الكراوية، هنشوف معاد زراعتها، طرق الري بتاعتها، السماد، المبيدات، هنعرف تفاصيل كتير جدا ان شاء الله عن زراعة الكراوية وربنا يرزق الجميع خير. سبت لكم طبعا الرقم لو حد حابب يتواصل طبعا مع ابو سمعان، وعرفنا الفدان بيجيب كام كيلو، وطبعا الاسعار ان شاء الله هنعرضها باذن الله في فيديوهات قادمة ان شاء الله، هنشوف بس السعر بتاع الكراوية نتأكد منه ونعرض لك كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله. ربنا يجعله موسم خير على الجميع، ربنا يرزق الناس، وربنا يبارك في خير بلدنا، ربنا يبارك لجميع المزارعين. وهنشوف طبعا التبن بتاع الكراوية اذا كان يصلح للاكل المواشي ولا ما يصلحش، هنشوف تفاصيل كتير جدا في فيديو قادم ان شاء الله.